وشوشة. تقول في مؤامرة أو مفيش مؤامرة، لازم تكون عايش في المطبخ. أنا ما أقدرش النهاردة أقول إن في مؤامرة أو مفيش مؤامرة، دي مع الله أعلم يعني، مع أنا ما أعرفش، فما أقدرش أحكم على حاجة زي كده لأن أنا مش موجود داخل المطبخ. تقييمي ليه إن هو مجلس اتظلم، لأني مع كل أسف هي الكورة هي اللي بتحقق المعادلة الصح. لو الفريق ماشي كويس وبيحقق بطولات ولا حد هيهتم بأي إنجازات بتتم على أرض الواقع. أنا بقول إن مجلس الإدارة اللي موجود ده ناس طيبين ما عندهمش اللؤم أو التعامل الإعلامي، ويعني يعني عارف أنت ناس لسه زي ما تقول ما تودكوش قوي في الحاجات دي. عمر ما كان نسمع اخبار كتير كده، وعمر ما كان نسمع، انما دلوقتي بنسمع اخبار كتير عن النادي الاهلي وتسريبات والكلام ده كده. ما كانش موجود ده في النادي، انما هو في الاول وفي الاخر هم ناس كلهم محترمين، الناس كلهم بيحاولوا يجتهدوا. ملخص الكلام ده كله، الكوره مشت كويس ما حدش هيحس بالمجلس ده ليه انجازات او ليه اخفاقات. الكوره مشتش كويس طبعا الناس هتحاسب على كل الجوازه دي. مجلس الكابتن حسن حمدي طبعا انجازات كبيره مع النادي، بس كابتن حسن حمدي حتى لما تولى في الاول كان النادي الاهلي عنده مشكله. لو تفتكر كان النادي الاهلي وقتها كان في مراكز متراجع لحد ما بنى فريق قوي، وجاب بعد كده بقى مجموعه لعيبه عندهم نحاس وبركات وابو تريكه، وعمل فرقه هي اللي حققت كل النجاحات اللي هي كانت على مدار السنين اللي هم 7-8 سنين النادي الاهلي او 10 سنين النادي الاهلي كان هو مسيطر على كل البطولات.